بعد تجميع قصاصات الجرائد، تقوم ديبا رانا وصديقتها بإعادة استخدامها لتتحول في دقائق إلى ديكورات منزلية. تتلقى ديبا مساعدة شهرية لا تتجاوز 100 دولار من جمعية تهتم بالدفاع عن حقوق المرأة في القرى، وتعلمهن تقنيات إعادة تصنيع البلاستيك وتحويله إلى إكسسوارات منزلية. أقوم بهذا العمل منذ 11 عاما وشاركت في العديد من المعارض ودربت قرويات ليصبحن قادرات على امتهان حرف يدوية، ونحن نحتاج وسائل من أجل تمويل مشاريعهن. بعد إكمال مدة التدريب التي تبلغ 6 أشهر، تصبح كل امرأة قادرة على تعليم أخريات مبادئ صنع أدوات منزلية بسيطة وتزيين الأواني، ومن ثم بيعها في المعارض المتخصصة. وأسهمت هذه المبادرة في تغيير حياة المئات من الباكستانيات اللواتي يعيشن في ضواحي العاصمة، وصرن قادرات على إعالة عائلاتهن. بدأنا في دعم النساء في الأرياف منذ عام 2003 ونجحنا في تدريب المئات منهن، ومعظمهن الآن قادرات على إدارة مشاريعهن وتدريب أخريات. وتسعى منظمات غير حكومية إلى إطلاق مشاريع في الزراعة وتقديم برامج لمحو الأمية، إذ تشكل نسبة الأميات 40% من الباكستانيات. 9 ملايين منهن نجحن في الحصول على فرص العمل في بلد يبلغ تعداد سكانه 180 مليون نسمة. تأمل ديبا رانا أن يشجع المشروع الذي تشرف عليه على خلق روح المبادرة لدى نساء أخريات في البوادي والقرى لمساعدتهن على تحقيق استقلالهن المادي وضمان موارد اقتصادية لهن. سعاد رودي، سكاي نيوز عربية، إسلام آباد.